راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت ما تشوف الفيديو إلى آخر الشهر. القراءة طبعا راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطبق عليك. مثل دائما رح نسحب كروت للتوضيح. ورح نشوف طاقتك بالأول، بعدين طاقة الشريك، ونشوف خطواته القادمة، وأيضا مشاعره الباطنة أو نواياه الخفية. رح نبلش بطاقتك أول يا برج الأسد. شوف طاقتك الحالية شو هي. عم شوف كبداية برج الأسد عم يحاول يكون شخص اجتماعي بهالفترة. في عندك مشروع أنت passionate أو أنت متحمس من أجله، أو في عندك فكرة براسك أنت متحمس من أجلها. أيضا في عندك شخص بحياتك حاليا عم تعتبره كأنه soulmate، أو أنت حاليا ببداية علاقة جديدة، أو في عندك شخص بحياتك بدك تبدأ معه علاقة جديدة، والشخص أنت بتحس تجاهه بشغف أو بباشن كتير عالي، وأيضا الأمور بينكم عفوية، مش معقدة. الأمور بينك وبين هالشخص طاقتها كتير عفوية. لسه عم تحس بمشاعر، البعض منكم عم يحس إنه انظلم بإشي معين. عندك justice card، يعني أنت بتحس إنك مظلوم بشأن إشي معين. أيضا بتحس بخسارة. في عندك عروض عم تشوف، أو أنت محوط بأشخاص حواليك كتير، أو في عندك عروض عديدة للحب، ولكن أنت مركز على الجانب السلبي للأمور، لأنه في عندك مشاعر بالندم، وعم تقضي وقت كتير تفكر بخسارة أنت مريت فيها بالماضي، أو ممكن عم تمر فيها حاليا. البعض منكم عم يحس أنه مظلوم. بدنا نشوف طاقة الحبيب الحالية أو طاقة الشريك. sadness، الشريك عم يحس أو الحبيب عم يحس بحزن حاليا. هو متحفظ على مشاعره. هالشخص زعلان أو حزين ومش عم يعبر عن مشاعره تجاهك. عم شوف أيضا إنه في حكم أصدر بحق هالشخص، أو بينكم صار في بعد، وبينكم انتهت العلاقة، لأنه هالشخص برغم المشاعر اللي عم يحس فيها إلا إنه في عنده صعوبة إنه يعبر عن مشاعره لإلك، أو يحكي لإلك هو شو بيحس. في بينكم مثل الحكم أصدر، البعض منكم ممكن يكون قرر إنه ينهي العلاقة، أو قرر إنه يترك، أو انفصلتوا. نشوف إنه هو وحيد حاليا، ما في حدا بحياته، وهو عم يمر عم يمر بتكملة كارما، أو في عنده chapter، أو في عنده فصل بحياته. هالشخص رح يسكره، أو حاليا عم يسكر فيه، في أمور عم تنتهي بحياة هالشخص. أيضا عنده the magician card أو الساحر. هالشخص عم يستخدم manifestation power أو
law of attraction power أو طاقة الجذب، عم يحاول إنه يجذبك إلى حياته، أو عم يشوف إنه في عنده فكرة معينة بحياته. هالشخص ممكن يكون عم يحاول يرسل إلى طريقك، إذا أنت وهو مش عم تحكوا مع بعض، رسائل روحانية، أو عم يحاول يتواصل معك بالمجال الروحاني. فنشوف طاقتكم المشتركة، أو ما هي ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي أدت إلى إنه يكون في مشاكل بينكم، أو اللي أدت إنه يكون في نزاع بينكم. Unleash your creativity. أنت اللي بتحس فيه، هو اللي بيحس فيه، أنت عم تشوف إنه في صعوبة جدا بإنك تعبر عن اللي بتحس فيه. واحدة من الأسباب إنه أنت وهو عم تتخذوا منطق فرض الرأي أو فرض القوة، يعني أنت بدك تمشي اللي أنت بدك إياه، لأنه عندك the strength card، فأنت عم تحاول تمشي الأمور بمنطلق القوة، مع إنه بعض الأمور تتطلب، يعني بينك وبين هالشخص بتطلب بعض الدبلوماسية أو بعض المرونة. واحدة من الأسباب اللي سببت خلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم، إنه أنتم ما بتحكوا فعلا شو هو اللي بتحسوا فيه، تكتموا على مشاعركم من أجل إنه يعني تبان بشخصية أقوى، يعني أنت بدك وهو أيضا بده يبان بشخصية قوية، يعني بتحس إنه أنت بس تعبر عن مشاعرك، ما بدك تهين بكرامتك أو تنزل من كرامتك تجاه الشخص، فعم بتعبر عن اللي بتحس فيه. عندكم كرامة عالية أنت وهالشخص. أيضا في تغيرات صارت من الناحية العاطفية بينكم، يعني ببداية التواصل بينكم أو بداية العلاقة بينكم المشاعر كانت عالية بينكم، التواصل بينكم كان كتير عالي، ولكن في تغيرات مفاجئة صارت بينكم، في لخبطة صارت فجأة، خرب الوضع بينكم فجأة. فممكن تكون أنت وهالشخص بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت أيضا بسرعة. أيضا أساسات العلاقة عم شوف بينك وبين هالشخص كان فيها شوي خلل أو كانت مهزوزة شوي، لأنه الكرت عندك مكرر مرتين، بيهدك وبيهدك. الأساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح، ما كنتوا من بداية العلاقة صريحين مع بعض، فالأساسات بينكم مش قوية كتير، فمشان هيك صار في لخبطة بينكم. أيضا ممكن أنت تكون تشك فيه من الناحية العاطفية، إنه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك إنه بيحبك أو إشي، بس أنت ممكن يكون في عندك شك بحقيقة مشاعر هالشخص، فهي أيضا تعتبر من الأساسات المهزوزة بالعلاقة. خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل. عم شوفك عم تركز، رح تركز على الأمور الإيجابية، يعني في عندك بالمستقبل نظرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية، يعني بدك تنظر على الجمال بالأشياء، على الإشي الجميل بالشي وتركز عليه. أيضا عم شوف من ناحية ال communication أو من ناحية التواصل، في عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح، شخص رح تتفاهم معه، بجوز هو نفس الشخص هيدا يصير في بينكم للمنفصلين رجوع، للي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا، عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل. ولكن عندك Knight of Pentacles، هالفارس، فارس الكوينز أو فارس النقود، حركته بطيئة شوي، ف
خطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة، ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر. يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر. أيضا أنت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي. عم شوف انه انت ناين اوف كابس، انت بتفكيرك عم تطمح الى كيف توصل الى الرضا النفسي او الى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص. فبشوف من جهة برج الاسد البعض منكم فعلا بده يحط مجهود بهالعلاقة. ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى، قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقبليه، الابراج اللي ممكن انت عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج ناريه، ولكن تتوقع اغلبيه الطاقه الناريه بالقراءه هي طاقتك. ممكن عم تكون عم تتعامل مع ابراج ترابيه، مش عم نشوف كتير ابراج مائيه، ولكن الغالبية ترابية وأيضا هوائية. ممكن يكون مائي هالشخص، ولكن مش كتير مبين عندي مائي. وممكن يكون أي برج طبعا، هاي فقط احتمالات. بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل، عم شوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني. هالشخص عم يحاول يتقرب الى الله اكتر، او عم يحاول يعني يرتقي او يعلى بروحانيته، لانه هو بده، عم شوف بده ايضا يصلح الامور معك من الناحية العاطفية. بده يكسبك كصديق هالشخص قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم. عم شوفه منعزل، وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه هو عم يراقب من بعيد علاقتك، أو عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك. شخص عم شوفه حاليا منعزل، منطوي على حاله، عم يبحث عن أجوبة بالمجال الروحاني، أو عم يحاول إنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي، لأنه مبين إنه هو بخطوته القادمة من ناحية المشاعر الشخص في عنده مشاعر كتير فياضة، في أوراق مائية هون كتير. فمن الناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك، أو كتير بيكن مشاعر لإلك، إلى إنه عنده eight of swords. فهالشخص من الناحية العقلية مشوش، لسه مشوش، لسه في عنده مخاوف داخلية. أيضا عم يحس إنه هو بصراع، عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك، أو في منافسة بينه وبينك تجاه شيء معين. عم يحس انه العلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض، ولكن فيها كتير من التحدي. وهو عم يحس انه دائما لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص. ولكن عم شوف انه عنده ذا امبرس كارد. ذا امبرس كارد هي امرأة تتمتع بحنان عاطفي كتير كبير. يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم، تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا. عم شوف انه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة، وايضا فقط هو في عنده شوي تشويش وشوي مخاوف بارانويا. بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل هيلينج، فأنت وهو راح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم، أو كيف تصلحوا الوضع
بينكم، عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية انه في يكون تصليح للامور والوضع بينكم. ايضا عندك temperance card. temperance card ايضا ترمز الى الشفاء، يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المسج او نفس الرسالة. فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم، بالذات من الناحية العاطفية، لانه في عندكم ace of cups، يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص، وممكن تكون مع يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر. ولكن عم شوف للبعض منكم برج الاسد اللي منفصلين او اللي مش عم يحكوا مع الحبيب ايس اوف كابس، يعني في عندك بدايات جديدة. ايضا ذا تشاريوت ذا لوفرز، طيب ممكن انت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء، هالكارت بتبع برج الجوزاء، ممكن عم تتعامل مع برج السرطان، هالكارت بتبع برج السرطان، وممكن ايضا عم تتعامل مع برج الثور انه هالكارت عم يتبع برج الثور. ايضا جميع الكروت التوضيحية بالديك هاد جميعها ميجر اركانا او من الكروت الكبيرة، يعني في تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص. هلا بنساوي بريك داون لكل كارت. ذا لوفرز كارد، انت وهو رح تنحطوا بمطرح في يكون اختيار، او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين، او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا، او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا، يختلف الوضع من شخص الى اخر. ايضا ذا تشاريوت كارد، يعني في عندكم تقدم رح يكون سريع، بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض، الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع، لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام، وايضا رح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لهالكارت اخر كارت the high priest، في عم شوف انه انت وهو عم تفكروا بالتزام جدي او ارتباط جدي، لانه هالكارت كارت الزواج، ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج، ولكن يعني شيء جدي، يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجوال او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها ارتباط او التزام جدي. ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة، او من خطوبة الى زواج. الفكرة بهالكارت انه الامور يعني رح تطلع ستيب اعلى، او رح تطلع خطوة اعلى. فهي طاقتكم المشتركة مع بعض كتير كتير منيحة. عم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة، عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي مع الحبيب، في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا رح تستغلها انت وهالشخص، ولكن في عندك فرصة ايس اوف كابس، في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني صفحة جديدة. وايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة، في فرصة لبرج الأسد كتير عالية ببدايات حب جديدة، وأيضا تواصل كتير سريع وكتير منيح. أوكي حبايبي برج الأسد، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.